الآن من بغداد ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم أوراس آل حماس سيد الكريم. بداية مرحبا بك. اليوم رئيس الوزراء كان في الطارمية، أكد من هناك على ضرورة ضرب الإرهاب وحماية المواطنين، أيضا دعا إلى تشكيل مجلس من وجهاء المدينة لحماية مناطقهم. أنتم كيف تقيمون إجراءات الكاظمي هذه؟ مرحبا بك أستاذ، تحياتنا لك ولقناتكم الموقرة. حقيقة اليوم زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى رحم المشكلة في مركز قضاء الطارمية ولقاء بعدد من مشايخها ومن شبابها ولقاء بدوائرها الخدمية والأمنية. هاي رسالة، يعني الطارمية صار سنة، يعني منذ سنة زارها رئيس الوزراء مرتين. المرة الأولى باستشهاد العميد الركن البطل علي حميد غيدان الخزرجي، والمرة الثانية بالاستهداف اللي صار قبل أيام بالعملية العسكرية. هاي الرسالة هي رسالة اطمئنان، وبنفس الوقت هاي الرسالة محببة من جميع أهالي الطارمية بكل عشائرها وكل شبابها وكل مجتمعها. ليش؟ لأن اليوم المنطقة يعني مؤمنة إيمان مطلق أنه كل حلولها يعني تنحل من قبل الراعي الرسمي بالدولة والرأس الأول بالدولة. فمعالجة هاي المشاكل يعني هي جت بأوقات حقيقية وأوقات صحيحة وصريحة، بالإضافة إلى أنه الطارمية يعني منطقة هي ولادة بالقيادات، قيادات الأمنية وغيرها. يعني اليوم هاي المنطقة هي تنسجم انسجام فكري وانسجام بتعاون مطلق مع كل القيادات اللي موجودة بالمؤسسة الأمنية. تبقى موضوع اتهامها بالإرهاب وبالمنطقة اللي تحتوي وتحوي الإرهاب، هاي كلها أكاذيب وكلها يعني هزوجات نسمعها بين فترة وأخرى. ليش؟ لأن اليوم يمكن أكو عين حاسدة على ثروة الطارمية وعلى خيرات الطارمية. ليش؟ لأن بين فترة وأخرى أنه إحنا نشاهد هكذا تسقيط. اليوم هي الرسالة وصلت، والرسالة وصلت من قبل قيادات الواضحة بالدولة، قائد عمليات بغداد اللي هو الركن الفريق الركن أحمد سليم، وقائد العمليات الكرخ، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب. يعني اليوم هذا الثقل بالدولة وبوجود رئيس الوزراء بالطارمية هو بحد ذاته يعني إبطال للتهم الموجهة إلها، وإبطال يعني دثر للفتنة سيد اللي أوراس فترة وأخرى نشوفها تطلع. نعم. على أهل الطارمية. سيد أوراس، إلى أي حد يمكن لإشراك أبناء الطارمية في حفظ مناطقهم أن يفوت الفرصة على الإرهاب، وأيضا الذي يسعى إلى تحويل الطارمية إلى بؤرة صراع جديدة، وهذا أيضا ما ورد في بيانكم اليوم؟ يعني اليوم أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم أهالي الطارمية بيها كفاءات وبيها طاقات شبابية ما مستخدمة إلا يعني شباب دا تستخدم كل أوقاتها وأغلب أوقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالكوفيات، ويروح يتونس ببغداد. هاي الطاقات إذا تلزمها مهمة يعني الحفاظ على أمن مناطقها، يمكن هو الحل الجذري لمشكلة الأمن بيها. بس دا نشوف يمكن أكو ضغوطات على دولة رئيس الوزراء أنه ما تسلح هاي المنطقة وما تسلح ولدها، والنوايا هي سياسية أكيد. يعني إحنا لازم نربط هذا القرار بالسياسة، لأن المشكلة معالجتها واضحة، والمستشارين بالدولة الأمنيين يعرفون أنه معالجتها أنه من تنطي سلاح لولدها. أخي العزيز، اليوم ترى الطارمية بأغلب يعني 90% من البيوت بالطارمية وأصحاب الأملاك والبساتين هم ما عندهم سلاح يدافعون به عن نفسهم. شلون تريد يطلع ويقاتل ويجابه إرهاب يجوز هو مصطنع أو يجوز هو مسلسل دا ينعاد السيناريو مالته بين فترة وفترة، حتى الطارمية يعني ينفتح بها ملف دموي مثل ما انفتح ببقية المناطق. التجربات الدموية نسمع أصوات يومية تقول أنه يجب أن تستنسخ تجربة جرف الصخر في الطارمية، الطارمية خنجر في خاصرة بغداد.
يعني ما هكذا تورد الإبل. يعني اليوم أنتوا القيادات اللي موجودة في المؤسسات لكن الأمنية رئيس الحكومة وكبار الأمنيين رفضوا وياها. هذه الأصوات سيد أوراس، يعني رفضوا الدعوات الطائفية ضد أهالي الطارمية وأن هذه التحركات تأتي من أطراف المدينة وليس من خارجها، عفوا ليس من الداخل. أكيد أكيد اليوم يعني هو العامل المشترك بين نداء أهل الطارمية ونداء الدولة وقيادتها الأمنية أنه الطرفين يعني رفضوا هاي اللغة وهذا التصرف، لكن الطرف الآخر يعني عتبنا عليه عتب شديد. الطرف الآخر اليوم الطارمية يعني تعرف عشيرتين بالطارمية مطية أكثر من 600 شهيد، يعرفون لو لا احنا لم نفضل دماء، لن نسوي هاي الدماء عزيزة وهاي الدماء مو عزيزة. الدماء من تمتزج تطلع دماء واحدة، دماء يعني مطالبة بوحدة وطن، دماء ضحيت من أجل أنه يكون العراق آمن وكل منطقة بالعراق آمنة. اليوم ابن الجنوب من ديجي يستشهد في مناطق الغربية ومناطق حزام بغداد والطارمية وغيرها، هذا الشخص مضحي من شال سلاحه يعرف انه اكو خطر، فمن واجبه انه يزيح الخطر على الناس المدنيين والناس العزل. هاي الرساله اللي تعرفها المؤسسه الامنيه، لكن احنا من تتحول هاي الرساله اذا الى رساله يعني طائفيه ورساله دمويه احنا نرفضها، بالاضافه الى انه كل الهيئات والفصائل والمقاومه اللي خرجت بفتوى مرجعيه. فأهالي الطارمية والمناطق اللي موجودة في مناطق حزام بغداد احنا كنا مؤمنين بفتوى المرجعية، إذا أقرت المرجعية أن هاي المنطقة يجب أن تهجر وأن يزاح سكانها فاحنا حاضرين أن نطلع من المنطقة. ليش؟ لأن هي الرسالة الإسلامية، هي الرسالة اللي فوق القانون، فإليها الرسالة إلهية وشرعية فاحنا مؤمنين بها. الشيء الآخر انه نرجع القضية يعني ملف الطارمية والخروقات اللي يصير بها، احنا اليوم نخلي نحلل الطارمية شو يعني غرب الطارمية منطقة المشاهدة محصنة او ما محصنة، محصنة وما بها خروقات. شمال الطارمية الدجيل والعبايتشي مؤمنة لو ما مؤمنة، مؤمنة وصار بها خرق بالسور، سور العبايتشي اللي هو يعني تابع على قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات بغداد، ومن جنوبها التاجي والكاظمية، وشرقها نهر دجلة شاقها من الطول للطول. زين منين يدخل هذا الإرهابي السلة للطارمية؟ احنا اليوم نريد نسأل الطارمية بها لواءين وبها قيادة، تسمح لي؟ سيد أوراس أكتفي بهذا القدر، عذرا ليس لدي وقت آخر. القيادة في تحالف عزم أوراس الحمي، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.